خارج التغطية. شعوركم لو قال لكم ملك الموت وانتم تضحكوا بهذه الطريقة؟ الو ايش؟ غرقوا في البحر؟ طلعت خاين يا عاقل، خاين يا عاقل. لكن والله العظيم ما تختارش الآن وسيلة تموت فيه به لاختار لك بنفسي. اختار الآن وسيلة. هات هات يلا. يا مر عقلي عقلي عقلي، يضحكوا علينا الناس. ما رأيك بالقلخ؟ ما رأيك؟ مش حلو. أنا أعرفك، يعجبك التخفيضات. أنا شندي لك حاجة بين التخفيضات. طيب ممكن نتفاهم؟ ما قدرش. أنا اللي موظف أونا، لما يجي صاحب المحل بتسهم أنت وهو. هذا هو صاحب المحل. أجا مهيوب، انقذنا يا مهيوب. ما تعمل يا مجنونة؟ أص أص ولا نقص، قسما بالله تطلع كلمة واحدة لا أعمل لك سم. سم تعمل لك يا مهيوب. بعده اسكت اسكت دكتور. والله لو اندرنا لك يا سلي قطات الصغير ما اشتريهم، يعني مهما كان صغيري بين وهو وقت ملح. هذا اللي قدرك الله على يشرح هادر هلا القرية. قم مقتك تتهور. كلمة أونا ولا أونا لذبحك يا مهيوب. أنا ما دخلش أختي ذكا زوجك وانتي حر. يخلصوا العلقين، والله ما لي دخل. لا لك دخل. لا تفرضش علي دخلك بحاجة أنا مشتيش. بس يا أختي ممكن يا أختي أختي أنا أرد عليك أختي، يعني ممكن أقعد في جريمته قبل ما تقتله عشان أقتل ضميري معه. جريمته؟ أنا خاين. أنا خليه كان شهره مع عريته. والله جبان، والله والله العظيم جبان. كيف طاوع قلبك؟ كيف طاوع قلبك يا صغير؟ حرام والله حرام. تسافر ما تشوفنا نش معك. تشتبه فكلي فكلي وانا شاربك معي. ايوه تشتبه حط بالحالك. ايش ذنب؟ ايش ذنب اختي؟ الفراش الرقيقة اللي كل ذنبنا تطير من فوق زهرة لفوق زهرة، ايش ذنبه؟
ماني فدالك ومهيوب. ومنين انت الهدير المليح هذا؟ عجبك؟ والله اني عجبني. هذا كنت حافظ له هريسة. قسم بالله مهيوب! هريسة! يا مهيوب كمان راكن على اوك! بلغ المدير يا بلغ المحافظ! والله انه هنشبه الان قد وخرت واختفيت من هذا المكان. ما علكش قدك روح تفهم؟ ما حدش يسمعك يا حقي، ما حدش يسمعك، ما حدش يسمعك، ما حدش يسمعك. شهد على روحك يا عاقل. يا الله يا سلامتك. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا الله احس انه بحاجة تحت ظهري. هذا وقع الولاده يا بنتي، تحمليني بذلك. تعلم الله ابنك بيخرج الشبه من يمكن بيشبه جدته شمس. شبك معذبك من عذاب؟ لازم انت تحملي وتولدي طبيعي، ولا برجع اعمل لك عمليه قيصريه. ها يا ام ريحان، قيصريه في ذا المكان لن ينفع. كل شيء يا ام ريحان. ريحان عشان تفتقع وتقول الطبيعي. اقول لك انا احس حاجه تحت ظهري. كنتوا تحذروا يا بنتي. هدوي على الولادة، تحمليني بذلك. أو 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 شهادة. أو إيش كان تحته؟ الله بعينك، الله بعينك. قولي يا الله يا الله يا الله. أنا مش نفس تجاير. هذا درس لك من أجل تتغير. المرة الثانية بمسدس ميكروف. يا لخ بمقامك يا عاقل. ما تركنيش، ما تركنيش، إن أنا ستغير. تعرف إنه ده كله بسببك. أنت لا تهتمي بنفسك ولا تهتمي بمظهرك. كنت شاينا أمشي على الصراط المستقيم. أنا شكلي سكة ما ستغيرش. اقتلينا يا رشا، اقتلينا وريحينا. الدراما ده ماهيش عليا. لما ما تهدر ليش ها؟ لما ما تقولش تغيري، لما تخلي نسوان القرية جاني هدر اللي يقول لزوجك خروف اجري بعد النسوان ها؟ اش تقول لي؟ اش تقول لي وين اش اتغير؟ اش تقول لي غيري من مظهرك، غيري من نفسك؟ لمك يا عاقل. واني منو يحس بي؟ انت داري اني عشت من ثلاث اخوالات، طاعه مني المر، وانت ولا على بالك، ولا على بالك. اقل شيء تقول تغيري. انا حاسس بك بس انا منش حس بي. تربيت بلاءه، ما انت ما شفتيش. ربيتني خاله، صاحبي ما كانش قاسي بس ما كانش حنين. أنا سامي حين عليا. تعرف أنه الرجال، الرجال طفل صغير شو الحنية وش أمان يطبطب علىه. قايل أمي، قايل حنية أمي وخليك صاحبتي واختي. وانا شق عليك رجال، شق عليك زوجك وخيك، وش عوضك حبنية امك؟ ما تفلتيناش يا رشا. اسمعي، احنا اثنين تعلمنا قو درس. ما رايك نبدا صفحه جديده؟ انا ما استطيع عقل. بس يا عقل والله إذا رجعت لحقك الهبالة اللي تهملهن على الباغي الدائرة تدور. امشي على الباغي امشي عليا. يا قلتك الله دحين أنا ما أقول لبين ما يتيشوف سيارك ده. ما أقول له، ما أقول له قلتك الله. قلت تقلب نفسك والعبر بخط العبر. كيف يعني؟ أول واحد يتقلب والآخر واحد؟ ما لعن الناس يتقلبوا بخط العبر ولا قالوا أح. قلت تقلبنا. بعدين انت لازم تكون تنتبه. ها هذه ارواح ناس. ها بصركب السياره قاعده الحين. مش تقول لابوك؟ سالك بالله مش تقول لابوك؟
ما يسمح شاد فعرف فعرف لي مش يضيبك الريح أنت والخبر حقك يا ناقي التاير جاهز أيوة شندي لك الآن أين شسرة شندي التاير حق الراجل هو من تاير والمخلف اللي تتبني داخل يقول الله الله ويدخل ما في مشكلة لو كنت ضربت لها دجلوفين إني قد نزل الجنين من زمان بس أنتم مصدقين لهذا العجوز الخرف جالسة ساعتين جنبها ولا عملت حاجة لو كانت زوجتك ولدت ابنك اتش دي ما كان أخذ هذا الوقت كله بس عش نقول ناس أغبياء خلوا الرجال يدخل لا تقطعوا رزقه شكلك يا دكتور جشاني أكسر لك ضلعوفين ده العناد الساعة هل مكلفت ولد بالورشة؟ آه ولاده متعسرة ملصص كمان خلاص يرجع وقت ثاني تعلموا تعلموا الأخلاق تعلموا الأخلاق من الناس تعلموا ذا شوف كيف آدم أخلاقه مليح تعلم خلاص بكرة تجي لي الظهر لماو؟ شادريبك كارتي على حسابي شادريبك ثلاث أيام ثلاث أيام مجان؟ مجان وباقي الشهر على حسابك يعني إذا الحين أنت صدقت نفسك يا أستاذ فرحان شجلس طول عمرك مضربة لعلمك ولا تقولش ولا تظن إنه الدور حقك شي مرقي لك كما أنا وضعت نفسي مع الأستاذ نجيب قال شي خليني أجلس ألطمك 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 لما يسلموا كفر قريش كارة ولما تطلع كتابة The End يعني زلاب سهل سهل بعدين شي نلتقي والحساب شي جمع سهل مش مشكلة هنا بيت العكابي دي ماو عشان أتجاهد بس حد خلاص أعتمد على بيت عبد الناصر مش وقت الأكشن هذه الساعة خلي احنا نتخرج من الرعب اللي داخل خير مو هل مو هل يا أخي ما شاء الله تبارك الله قمتم ستة شو صلوا صلاة الضحى إنه لأمر مفرح بارك الله فيك يا دكتور سامي وإن شاء الله إن شاء الله على القريب سترى بأم عينيك ثمرة جودك تتضاعف حتى تصلي القرية كلها صلاة الضحى بارك الله فيك يا إمام اذهب في حال سبيلك وأنا سأضع لك المفاتيح في الورشة بارك الله فيكم الثقل واجي بل سوف أصلي معكم إذا ودفنا هيا سرعة فعل المي سرعة دمت المي حتى النساء يطلبنا ماء للوضوء بارك الله فيك يا دكتور سامي قسما إن الخطبة الواجي ستكون من نصيبك وسأجعلك تطوف كل المساجد لتوضح لهم جهودك المبذولة في سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بارك الله فيك يا إمام شكلك على طماء صليت إيش الصراخ هذا؟ إنها امرأة بين جني يمنع من الصلاة جني بو معي شيخ يحرقه بجلستين وطيب يا شرع الحاصل كم مديك له يشنه وكتب لنجيب أهم حاجة إنك تشتري منه ما مقري وزيت الزيتو لمولا زيت الزيتو عشان يأكل ألف القراء أنا ربكم ولاد أنتوا قاعدين مبوردين سافيين روحوا قبوا ما تمام يا بشرى يا بشرى إنها لساعة مباركة أن تلد المرأة وهي في طاعة الله سبحانه وتعالى بسرعة بسرعة حضروا ما هي ما دي معك صحفة 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 إيش صحفة من فيسبوك صحفة أقل من هذا اللي يدعم اللي يفعله أقل المسموم أقل ما أقل ما معين التيوب ينفع ينفع يا فرحان عبو أنت وناقي أنا بدارك إنما الصبر ساعة يا الله يا الله يا الله الصبر ساعة موهل 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 يا مرتك تشتك تمام دانا واقي واقي يا فازع للحين شنا أدخل لعندي لا يكون شنا أوقع لهم على قيصرية لا كما اشتوقع على تنازل كما لو وقعت على تنازل اشتمت مرتك ولا شذر حاجة والله ما عنده لك لا مرة ولا بياس ولا حاجة ولا حاجة يعني لا وقعش لا توقعش للحين ما تدخل شوف مرتك من نفسك من هنا صح؟ ايه من هنا ادعو لي الله يعينك ما شاء الله ما شاء الله لقد طلبت زوجها لكي تشعر بالأمن والأمان والطمأنينة في
فعلا فعلا الزواج رحمة وسكن ومودة. مالك أخي؟ أين أنا؟ بينك مدوخ أنت بورش حق ثاني ياقي اللي تبنى جوبتك تتمنى. أخي دوار الولادة. ما هو ده دوار الولادة؟ ناس أغبياء ما يفهموش. أنا كمجلس أعلم دوار الولادة. ما سمعش عن دوار البحر؟ إلا هذا ما يشبه بس إبرة دجلوفين ويكون بخير. خيط يلا سرعة مش خيط مش خيط مش خيط مش خيط. اتصرفوا يا جماعة بارك الله فيكم. أنتم كثير ولكن غثاك غثاء السيل. اتصرفوا تعالى النيلة النيلة أوه تلكم إنشار ليش أنا بولد ولا بسرق كهرباء من الخط العمومي؟ فضحتني يا ناجي. هيا دكتور سامي فساعة الضحى قد أوشكت على الزوال. اسرح ضحي معه احنا نتبعك يا دكتور. يا إمام اذهب. ولماذا اتصلت بي يا دكتور سامي؟ لم أكن أعلم أنها ستلد. سأنتظر هنا لعلهم يحتاجون إلى استشارات طبية. مطهر بسرعة مطهر 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 يا فرحان فرحان مطهر ثاني مطهر ما هلا بترول ما هلا بترول 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 بترول. ها شو دخل الجوال محرم بعيد بعيد يا ام فرحان يا ام مريحان. ها ما بلا بترول. ها تنفع. صلي 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 الله الله. صندي وصل 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 صندي أرقى الحرمة برقعة. قل لك شو هاني سمق الأمير ولا أي شيء تاني. دوّر هناك انت هات غرق 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 هذا من 300 300 لتر قوي بي هات غرق غرق هذا غرق سرعة سكر عندك أربع أربع من هذين الرقع. تمام اللهم لك الحمد الحمد لله اللهم لله. سنديدي وصل وصل سنديدي ابن أخي بعد من صوته شبه أبو إن شاء الله تكون يتغني واصل. أبو إن شاء الله هذا حكا فتح هذا لا همريها حبيب أبو موضح موضح راي راي مبروك ابني ابني حبيب قلبي دلع إنه عاد فطر فطر تمر ابني حبيب قلبي صديد صديد هذا مش صديد طبيب مالك مصدوم؟ لا هذا مش ابني. أقول لك ابنك بس امسح على وجهه كده وشبه الشبه شبهك بس سقط علي بس السليط الحارق. سقطت له بالسليط الحارق أمريك إلى الله يا أمريحة. يا جماعة الاشتاكتين ما لكم إيش نعمل؟ كده أنت بتشوف نفسك ما معنا غير الدعاء. لا إذا معك حل سحري تقول يا باسل اطلع وهو يطلع إحنا معك. يا جماعة أنا ما قصديش باسل. كان إيش قصدك؟ قصدي إن أنا جاوع والد سندويشة تحقق قذاب داخل بطني. تشتي مني يا صادق؟ أنا خايف تكون أنت الكلب الذي تقمص طور النزال. مستحيل تكون طبيعي. أصغر دودي في بطنك متر ونص. يا جماعة احترموا نفسكم. أنا فنان فنان وأقل شيء يدولي أوبن بوفيه والثلاجة الجسم الآن. احترموا نفسكم وقدرونا. احترم نفسك أنت. كيف يجي لك نفس تأكل زميل أنا مختفي ولا له أثر؟ يا نزار خلي عندك شوية إحساس. صاحبنا مختفي وإحنا قلقين عليه وانت دور لك مواضيع ما لهاش داعي. حمود هيا مخرج بكرة لو ما قاش باسل نجيب لي طباخ بداله لأنه مع باقيش وقت وباقي لنا شباب يومين. خليت قزع على خير. وباسل؟ باسل لو عرف أنه تصور توقف بسببه بيزعل وبيقرر أكثر ما هو مقهور ولازم نسلم الفيلم بالوقت المحدد له. وبيني وبينكم الإنجازات دي ضعفت. بكرة أول مشاهد فرحان يضرب شديد. إيش رأيكم إذا ما عرف شو أديها
نخلي شديد بطل الفيلم وتكون قفلة مميزة. قفلة مميزة إلا غدا مميز. وبعدين أنت إيش عرفك إنه فرحان ما بقدرش يؤدي المشاهد؟ يا أخي أنا قلت لو ما لكم زعلتم، إن شاء الله يضرب شديد للبنهار وأنا مدخلنا هي مجرد اللي معالقة. إيه من يوم ما نزلنا ذي المكان وأنت تقالق تقالق تقالق، لا أحدنا علاج ولا أحدنا مريض. لأن غرفة العمليات في المزرعة. عندك يمين ودين، فرحان لو ما يضرب شديد شضربه هنا وشبتك كذا نشأ عندها قليل غاضي منه. آه عمر اهدا، ما في مصطفى المشاكل وقع القلب، يكفي اللي احنا فيه بو. شباب في موضوع مهم يخص باسل، وش الكل يركز معي. يا سلام عليك يا سلام عليك، هذا هو المخرج يا جماعة، كل شيء في حاله. صح ان باسل صاحبنا واخونا لكن البط ما تصافتش. الموضوع مش بخصوص الاكل يا نزار. من خالتي الموضوع اكبر من كذا عقول. انا عارف انه بخصوص الطباخ الجديد، اختار طباخ شاطر وخلينه يبيع لنا بالاكل. ورجعنا لهدره الاكل، كل هدرتك اكل طباخك يعني تقول في مكس التغذيه. ها قصدك انه عمر يبكر من الصبح للمدينه يجيب المواد الغذائيه؟ يا اخي لا، ارحمنا ارحمنا. طيب ايش الموضوع؟ ما ادري ليه قلبي مقبوض، ايش بولي عاقل مفاتح النت يترى فينه. الله يستر عليك يا باسل، الله يستر عليك. من الصباح لا حس ولا خبر. المشكله ان ما عندناش رقم اهله عشان نتصل به ونطمن عليه، يمكن يكون هلا عندهم. والله اني حاسه بك يا باسل، حاسه يا بنتي موت القرايب يوقع القلب ويبكي العين بدل الدموع دم. الله يرحمهم، كل ذنبهم انهم فكروا يدوروا عن حياه كريمه بعد ما تقفت عليهم كل الطرق. والله اني خايفه خايفه لا عاد استوي باسل حاجه. لا لا يما، باسل قوي وعاقل، بتلاقيه ابتعد عشان بس ما حد يشوف حزنه على اصدقائه. الله يرحمهم. ايوه اقلب صورك كامل مثل ما ابوك. انت داري يا اعتدال مو احسن حاجه بصنديد؟ ما انه شبه امي الحمد لله على السلامه وصنديد. اه دلع على العيب دلع. واني وانت ما مش حاجه زلقي بس الولاد، وانت داري الدين حقك وكثير خرقه من وسط عينيك، ما مش حاجه تهددي لا مش تعملي. والله لو تمد يدك علي يا شديد ما شردعوش شخليه يطلع بلا عقل مثلك. قالوا باكر فرحان شي يوقشك بالتصوير، يا رب من صدق. لا تحلميش، لانه قوضعت اموري مع الاستاذ نقيب وشجلس ارطمه لاخر الفيلم. مو ذا عنانيس بابا فتحت السحارة حق امي. ها مو فتحت السحارة حق امك وهي مبند والمفتاح معك؟ قد دورتوا له لما دوخت. ها منين إلا؟ وابنديلي. لا هذا حق أمك المتبنية، هذا حق الولد من شان تقوم بالسلامة، ما يصلح. شعوري أم ريحان. أيوة كثر خيري أم ريحان. هذه قد داري إنك مش هتجيب ليش حتى سكر أحمر. ها سابير لحظة لحظة شاكل ليك مو تعمل. أفتحه مش أعمال، لأنه هذا حق المتبنية يعني حق الولاد من شان أمك تقوم بالسلامة. أيوة فقعت الابن ديناصور، قالوا من شان يستحق اللي مو عاد سمينا وصنديد يستحق أبوال. ربيش أنا باك دحين أنت أمه نفس الصورة. لما تضحكي قمر خدي عمر كنت قبل ما أكتل رأسك، لما منك إلا الخسائر عقل وشرب ولبس وبعدها تتزوجي وتجرح لك كوارد مبرد. قلين مو بك على البنت ليش سمعك شو يقول تذبح لنا كل يوم كبش. مش قلت لي لما ولدتش تذبح لي كبش؟ ها؟ ها؟ وأنا لازلت عند وعدي تذبح لي بس يعني قلتوا كحناش نصبر مع الختان وبعدها تذبح تسبيقا للسنة النبوية. يطبقوك داخل ضغاط وتكمل الغاز وما تبسلش. أنا لازم أكل
مشان ابنك يلاقي حليب كله فيتامينات خالي من الدسم، شي يقفل حليبك، شي يموت قوع، وش تظهر قشائبه، وشي يقيله الكساح والمهطمال. مو ذا مرض المهطمال مدراني، قرب مشان يقيل ابنك. خلاص انا جذبح، بس منو شتبوه؟ ام ريحان شتبيت عندي اليوم، مش تساعدني لما تجي سكينة ورشاء. ايوه قلتي سكينة، من شان تكون تغفر اللحمة والمرق لعند فرحان، وكونك ما طبقتوش الوصية حق امي، ما شذبحش بطلتو. كنت تدور عودر سنين وحنا جالسين عليهم شحته، حتى الثياب العيد حق بنتك سماح فرحان يشتريهون. واجب علو لاني بنت اخوه هولا لمو احنا اهل. تداري خلاص شذبح لك دقي قناة ذاك المودي. يلا تمام، من القليل من البخيل كثير. ألو، كيف الأمور؟ والله الحمد لله لحد الآن ما فيش أي ضحايا، ولو ما قشحناش الليلة هذه بنكون وفرناك بشيء. الحمد لله، أنا قلت لك كم من زمان ولو كان عملتك أن احنا وفرنا نص الكسب اللي راحين. اسمع، باكر تشتري دقي وتندولون للبيت. لا مو مستعجل يا عم شديد، لما أنا أجلش لبكرة خينا أجل حانش سلم على كسبة ونذبحها بمناسبة المولود. مو تتكيرم وتتقبل من حق ابوك انت وهو. قلت لك دقي. مش قصدي يا عم شديد، الحكايه كلها ان انا اشتي اوفر عليك قيمه دقي. لا لا سلام، لا توفرش. اسمع، اقزع لونك للمزرعه هذيك وشغل لنا دقي، المزرعه اللي اشتريت منها الدقي تذكر لما عزمنا الاستاذ نجيب، وخلوا يندي لك دقي كبير. ولا نقيت من نفسك. الله اكبر، وتشتي تاكل ابنك حرام وعاده بالمهد. اعمل اللي قلت لك عليه خلاص. مو من طينا هذا عمي شديد، الحنش بطريقه، ولو يزيد يعزم الأهل والأقارب وتكون قد حق الحارمين للظالمين. أوف الحنش. هتمنوني، ما في أخبار على باسل؟ لا ما فيش أخبار، وإن شاء الله بيرجع بالسلامة والعافية. مسكين باسل، مرة ما يستاهل ده كله. مالك يا هريسة، لا تقوليش ده الكلام، أي شي يجي لنا من الله خير. وبعدين قد شفتيه كيف كان زعلان على أصحابه لأن ما سافرش معاهم. إيه من جد يا خالة، لو كان سافر معاهم ملا بس أنا... انتي من يوم ما أجيتي لو كان بدل ما تفكروا بباسل فكروا بأهل الناس اللي ماتت، إيش بيكون شعورهم لما يوصلهم الخبر؟ قد تكون أم ربت ابنه وربت معه طموحه وأحلامه، وكل همه تشوف ابنه يحصد ثمر التعب مجهود السنين. أو قد تكون زوجة وعدت زوجة أن تصبر على غيابه وتكافح عشان أولاده عشان يسافر وهو مطمئن ويوصل لبر الأمان مقابل ما يرسل لهم مبلغ مالي ولو بسيط يعيشوا ميستوري للحال. أو قد يكون أب باع الغالي والرخيص عشان تكاليف سفر ابنه، وكل هم يشوف ابنه سعيد بتحقيق أحلامه بعد ما خابت أحلامه في بلده. وقد تكون أخت ما عندي سند غيره بعد الله، وفي يوم وليلة ينكسر سنده تسود الدنيا في عيونه، وتجلس طول عمره بخوف من الظلام. مرحبا، قلت ليش من اين اجيب ليش فلوس؟ افهمي، اسك اعتبريني ان انا موت، واشتي اعرف بعدين من اين بتصرفي.
الله، حتى انتي صدقتيني انا دكتور. انا مطلفس مطلفس، افهمي كلام، ولو يعلموا وزارة الصحة بقضي بقية حياتي في السجن. طيب تمام، ناهي، بعدين بكلمهم بعدين. خلاص تمام، خلاص انا بروح الحمام وارجع اتصل لك. مع السلامة. لو الناس يحافظوا على ماء المسجد إنه ما وصلناش للموصول هذا، إلا الواحد منهم يدخل يتوضي بوقت ماء. دحين يا إمام ما هو الحال؟ الحال إننا شغلق الحمامات حق الجامع، ونبصل لنا فاعل خير يشتري لنا دينامو جديد، وقدو بالمرة يفعل لنا صيانة وترميمة الحمامات. أي والله. يا تعال تعال بعدي، بارك الله فيك. ما فيش تغطية، ما فيش تغطية إلا تحت السرير، أنا نسيت. يا إمام يا إمام، سامي وسامي، دكتور سامي، الآن وقته أن يلعب قميضة بيضاء. أين سرح هذا وسامي؟ والدار ورشة مفتوح مدري نقا. السلام عليكم أناقي. وعليكم السلام. وأنا قا دكتور سامي. كنا صراحة يعالج مريض. بارك الله فيه، اللهكم الرجال هذا كان معه من أجل. سامي ولا معه أجل بالدنيا والآخرة. كيف؟ قلت معه أجل بالدنيا والآخرة. إيه معه أجل بالدنيا والآخرة إن شاء الله. أهم حاجة إنه يخلص بعمله، تلاقوا الآن يصارع زمهرير البرد وعتمة الليل من أجل أن ينقذ نفس بريئة. بارك الله فيه. وأنا بارك الله فيك. وأنا بارك الله فيك وبأهل القرية كلهم. أهم حاجة قوم 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 قوم. أهم حاجة لما جيت دكتور سامي قل له حمامة الجامع مغلقة للصيانة حتى يشعر آخر. إلا حمامة الجامع، وين هني سرح أنا في دالك؟ مو تقول يا ناجي، أنت يهمك المسجد ولا الحمامة؟ الجامع الجامع. بارك الله فيك، هي كوني توضي بورشتك وقيك الجامع تصلي ركعتك خاطرك. بارك الله فيك، قوم 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 قوم، أمان أنك طلعت من بطنك. هي مع السلامة. سلامة الله. اتصل المجنون هذا يضرب حسابه يدخل حمام المريض. يا إمام. بوقتي، أقسم بالله بوقتي. ما تشاء شتع الشي معي قهال. مش رب دعوه، مستني لما نجي سامي. وين سرع سامي؟ مدري قيته مهلوش والدار ورشة مفتوح. أوه صح، أنا رأيته عبة شديد. ما يعمل ها؟ سرح يعالج ابن شديد، قال لك نعم طلع به صفار. صفار البيض؟ ايه صفار البيض، وانت كمسكين وقاعي على نيتك مراعي له بالعشاء. يعني قتعشي ولا سيل علي؟ ها؟ الا قلي، قلي لما تحصل ناقي قل له تعشي وتعشيت انت فازع، انا اتأخر. والله انك كنت زعلتوا، هي اجلس اجلس تعشي. بسم الله. بسم الله، مود يدك، تعوذ من الشيطان. عوذ من الشيطان، الشيطان ما ياكلش بيض.
مو دروك اطلع ابو حازم. كيف انت داري من اللي سرق الدجاجتين؟ جمال اصلي على النبي ما درانينا ما دراني بدل ما تواسيني بالمصيبه اللي انا في بيها وزعلي عليهن زعلي تتهمين ان انا اللي سرقت الدجاجتين. اكيد ما حد غير اخوك شديد تروح دحين دحين تتفاهم معه. انت تعال دليلك بشديد بس دوري عمل اي مشكله مع شديد. قول انك فزعان منه. من اللي خائف منه؟ انت بالعقل الحاجه بالعقل بالعقل. شديد معه مزارع غنم بقر معه من كل ما لذ وطب شيء يعني لا لا لا, لا عند الدقاقتين حق المساكين. اعملي علامه استفهام تعقب اعملي قابينا باللغه العربيه الفصحى. اذا ما في غير تنسيم انتقلت من الحرب الإعلامية إلى الحرب الاقتصادية، لكن وين وين ما بتحصلها معي. ونصين قدني عامل حساب ده اليوم بالبنية التحتية. نقطة آخر السطر. أنا مش جاك يا رب إحنا والبنية التحتية يا بنية مو بنية مو بنية تحتية بنية. الله يحفظك. أنت دوريك معاذير قعيلك لفوق تنسيم لا أنت قدي ولا أنا قد زوجي. وبعدين لو انت ريال بتروح بتسترجل على اللي سرق الدجاجتين ولا على اخوك شديد اللي يعتبرك حشرة؟ ولقد زودتها بخليك في خبر كانة واخواتها وقاعد لابس لي ملابس كفار قريش وانت مبتي ولربع كافر. يا مهزة يا مضربة. شوف يا مرة اذا ما تحترم اللحية دي سعى لحية ابيك والله لا اخليك تندمي على اليوم اللي زوجتينا فيه. قدني ندمانة بتندمني مرة تانية. عاد شي مع غير الندم على زواينة. عند الله أننا زوجتك والله وعزيتك ولفيتك ولا العرسان اللي تقدم لي كلهم ولا حد خبر لي كلهم كاره لي من طمع أمك وطبعك الخيبة وحقيقة الديكتاتورية العنقهية العسكرية. قلت لك من قبل انت فرقع فتنك ظاهرة صوتية ماشي معك إلا الكلام. اسمعي يا امرأة هذا كان زمان قبل ما ألبس الشخصية، أما الآن لما ألبس الشخصية أقسم بالله لا أوريك العين الثاني والوجه الثاني. أوهو أرحب يا زير بن المهلهل. ما بلقي شيء ولو أنت ريال معدني متأكد أنك ما أنت ريال. لقى ماشي ألقى أرحب بأويك أنا.